الكرة تتخلص توصل لنصرت الجمل، نصرت منه لفادي غصن، نصرت شوفوا الكرات الصعبة اللي عم يتنقلوها لاعبي فريق أنصار، فادي غصن، فادي غصن في ركنية عم يعترضوا لاعبي فريق المبرة، في ركنية وعم يعترضوا لاعبي فريق المبرة على أنه في خطأ على فادي غصن. بالإعادة فادي عم يطلبوا هون أنه كان في خطأ، سدد فادي خلص حسن بطار الكرة إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية تتنفذ الكرة من صالح زدير، بخلص حسن بطار، تتشتت توصل لنصرة الجمل، نصرة بسدد بعيد كتير، بعيد كتير عن المرمى، يعني فريق الأنصار عم يحاول عم يسدد عم يوصل على مرمى حسن بطار، وبكل المرات اللي عم يوصل فيها مباشرة على مرمى حسن بطار، حسن عم يكون موجود. بالإعادة شوفوا تسديدة فادي غصن، وشوفوا شوفوا بأطراف أصابعه حسن، هالمرة صالح سدير على التنفيذ، بنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء، عماد الميري برأسه بعيدة، توصل لنصرة الجمل بعيدة بالخلف، تسديدة رائعة جدا، رائع جدا يا بطار يا حسن، رائع جدا يا بطار يا حسن، شوفوا التسديدة من الخلف من عماد الميري، بسدد كرة بخلصها طائرا حسن بطار. شوهوا اللاعبين، اللاعبين شوهوا يعني ما عم نعرف بقى ارقامهم من الوحل بارض الملعب، توصل كرة داخل منطقة الجزاء لمين؟ لصالح سدير، صالح، صالح بيسدد، صالح بيسدد وبيطار بيخلص، مش بيطار، حسن بطل، اسمك حسن بطل، بخلص البيطار، بخلص البيطار، الأنصار ضد البيطار، هذا العنوان للشوط الأول، كرة من نصرة الجمل، بخلص البيطار، ممنوع المرور، حسن بيطار، بطل الشوط الأول بكل امتياز. شهادة فيك تعطيها وانت مرتاح، شهادة فيك تعطيها وانت مرتاح بأنه حسن بطار نجم الشوط الأول، تسديدة من مكان قريب، شوفوا كيف خلص الكرة بشكل غريب عجيب. سيناريو الشوط الأول يتابعه أحمد ماجد في الشوط الثاني، ما تنسوا اتابعوا مباراة المباراة الرياضي والبلو ستارز على القناة الفضائية بنفس الوقت. ركلة ركنية بتتنفس داخل منطقة الجزاء، تتخلص تتخلص الكرة بترجع أنصارية، عماد الميري بده يسدد، بيسدد عماد الميري بخلص، حسن بطار بخلص، بخلص حسن بطار الكرة، حلو يا عماد وحلو يا بطار، حلو يا بطار، نجم مرمى فريق الأنصار. بالوقت اللي محمد حمود عم يتقدم على الجهة اليسرى، محمد حمود بيلعب الكرة عالية عرضية لعند صالح سدير، ولكن حسن بطار قبل صالح سدير.